هي السكينه حانيه كتخدم، شدات الكاميرا جبت الجنويه طعنا الاولى، نط البنت مسكينه هربانه، طعنا الثانيه شو على قلوب كي داير، طعنا الثالثه الرابعه مسكينه طاحت ومازال كيطعن فيها، طاحت ماتت وهو مازال كيطعن فيها، ما قد حتى شي واحد يقرب لي. انا في العمل خدام وجاني التليفون من عند واحد الجار ديالي، عمر بالله بنتك ضربت بالموس، كندخل عادي وكنضحك كنصبر، ولكن ملي كنبقى بوحدي ربي اللي عالم بيه، كنقول علاش انا ما قدرتش نحمي بنتي، حتى هذا من ديك النوع ديال ديك الحاجه ديالي ما كانتش ديالي، راني نحيها اي وجه كان راني نحيها، هو نحاها القوال ديالو هو كيقول لهم صافي انا تعذبت صافي، كيبان لي مني ما هضرتش معايا علاش ترفضني صافي خصني نقتلها، ماشي هذاك مشيت نصوبوا لهذيك الرخامه ديال القبر وجاي والله الا هكا مباشره يا بابا ما تفقش انا بخير والله القاسم بابا ما تفقش، ام ديالها ما كانش الدواء راه مسكينه حتى هي كتبعت بنتها راه عايشه غير بالادويه وساعه ساعه كنهزو عند الطبيب كيعطيها شي مهدئات. السلام عليكم خوت بخير، انا الاب ديال فاطمه الزهراء العالمي الحليمي اللي كانت ضحيه القتل العنف في مدينه طنجه في مصنع زنايا في المنطقه اللي مسكينه ما قراتش ما وفقاش الله في القرايه، قالت نمشي ناخذ الحظ ديالي في ناحيه العمل، مشات دخلت لهاد الشركه تقريبا هادي 4 شهور دخلت وكيساعدوها منهم كي ما كانتش طالقه يديها وعاونوها، المهم السيده خدمت حتى ولا واحد الشاب معاها حتى هو نفس الخدمه ديالها، اللي مسكينه بقات كتخدم وديك الشاب تعلق بها ولا ما عرف الله اعلم، المهم بحال هاد الشكل هكا. في الصباح كنوض كنوصلها للترونسبور، واحد المده وانا كنوصلها كتركب ما كاين حتى حاجه، حتى لواحد النهار كنتفاجئ مشيت للعمل ديالي نهار 26 في شهر 6 انا في العمل خدام وجاني التليفون من عند واحد الجار ديالي، عمر بالله بنتك ضربت بالموس، قلت له محمد انا بنتي راه في العام في الخدمه ديالها، قال لي لا ضربت بالموس واحد السيده راه كتخبرني، قلت له حبس الصونيت على ما قلت له كيفاش بنتي شنو قالت لي فعلا واحد السيده راه خبرتني بالله فاطمه الزهراء ضربت في وسط الشركه شي شاب تما ضربها، بديت كنبدلت حوايجي ما علمت حتى شي واحد بالخدمه، يلا بدلت حوايجي شتي كي كيجي ديك الساعه تراسك انا بنتك بنتي ضربت في وسط الشركه شنو كان كيقول لك؟ ما مصدقش ان بنتي انا عارفه ترونكيل ومربيه احسن تربيه بشهاده الجيران وبشهاده اللي كيعرف فاطمه الزهراء كله راه صرحوا شي ناس عندها واحد الترابي الحمد لله اللي ما اكتشفش عينيها في الانسان بواحد الاداب بواحد الخلق، كتهضر معاها حشوميه كدير راسها في الارض ما تشبعش من الهضره ديالها، وفي الدار تبارك الله عندنا منشطه وخلقيه كتضحك مع خوها تضحك معايا. المهم تجاني قالت لي عمر بنتك راه تقتلت، صونات عليا قالت لي بنتك راه تقتلت، كيفاش؟ قالت لي تقتلت، خرجت على برا بقيت كنغوت كنضرب راسي كنطيح كنوض، المهم تهزوني تما شي خوت تلقيت راسي في الكلينيك، دخلت عند بنتي مسكينه ميته شبعانه موت جوتها ميته ما بغيتش نشوف، شافتها ما انا ما قدرتش نشوف ان ما نصبرش، ضربه مسكينه في الظهر ديالها شي 3 ديال 4 ديال الطعانات وفي اليد ديالها تشطاكي هكا في اللورد اليد ديالها شرمعاله ميته مسكينه والبياس عامر دمايات وكانها ناعسه واحد النور واحد الملك ملك، ما عمرش شفت شي طبيب شي كنينك كيبكيو على شي واحد مات ولا هذا سال ديك الكنينك، فرمليات اطباء صحاب الميناج كلشي كيبكي وكيغوت وكيقول علاش مسكين هاد البنت تكون ضحيه ديال هاد الوحش هذا،
تصدمت بيا مراتي بالاخ ديالها مسكينه صغار منا عندها 15 سنه جوج لحد الان اختها دابا مازال مسكينه فواحد كندخل انا كنمثل عليهم دابا انا عايش ممثل ما عايش عادي في طبيعي علاش كان في الدار كان بنتي ما ميتاش ان كنشوف ثلاثه ديال الضحايا يكون عندي امهم اربعه وانا الخامس كندخل عادي وكنضحك كنصبر ولكن ملي كنبقى بوحدي ربي اللي عالم بيه كنقول علاش انا ما قدرتش نحمي بنتي باي وسيله ما قدرتش انا دوزت انا واحد السيره كنت كنحمي الناس عندي واحد السيره زوينه لا مع الناس الحومه ولا مع اي واحد كيوقع في شي مشكل كيجي عندي كنوقف معاه باي وجه كان الا تجت بنتي ودي تربطو ما قدرتش كتبقى ديما كتجيني في الصوره ديالي حتى كنبغي نفكر في شي حاجه كتقول لي بابا لا لحد الان كنخبع شي ما كنحشمش منها بنتي الا هضرتي مع شي واحد اشنو يوقع لك حتى كنعطي واحد الميته كنقول لها بنتي انت ما وريده والوريده اللي كيجي كيشمها مع المده كدبال اللي جاي يشمها كدبال خلي ديك الوروده ديالك وخلي ديك الفخر ديالك باش النهار اللي كدي واحد ولد الناس كديري دارك كتحسي براسك راكي مفتخره راك دوزتي واحد الحياه زوينه ما ضحك عليك حد ما شمت عليك حد ما حتى حاجه كتكوني مع راجلك صار راجلك كتكوني راه فعالو المعنويه ديالو مع ولادك وهذا والبنت مسكينه صدقت بهذا الكلام ما عرفتش حنا عايشين في واحد الغابه وغابه الوحوش الا شاف شي حاجه راه ديالو ولا ما كانش ديالو راه ينحيها هادشي اللي وقع ان مسكينه دارت بكلامي وانا كنت كناخذ الذنب كنقول مصاب خليتها دير لي بغات كبقات لي بعد شي مره كنبقى نحاسب نفسي لا كنقول انا السبب ان علاش انا وريتها انا في هذا الوقت هذا رخفتي لبناتك عشوف واحد هذا انت شماتها ما كتسواش راك ماشي راجل رخيتي له زيرتيهم ونصحتيهم وهذا هما انت شنو كيوقع تنصح انت انا طحت في مشكل ديال النصيحه لا 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 ما قدرتش قالت لامها امها عاد قالت صرحت لي دابا ثالث حتى اليوم عاد سمعتها عند قاضي التحقيق قالت له واحد الولد راه كيعاكسني وكذا قالت لها بنتي شوف اي ولد كيعاكسو انت ديها في شغلك ما تسوقي لهش ما تديهاش فيه انا عرفاتني الا صرحت لها دي مشي عنده خافت انك تمشي عنده لا ما مشيتش عنده بواحد العنف نتبرع علينا واحد الانسان ماشي شي واحد الذي نمشي غادي نشوف له في وجهه غادي نقراه نعرفو نهضر معاه نوصل له واحد الميساج بالانسانيه ما بغاش دير معاه القانون شتي شي حاجه ما داكش انت راه تدافع على ولادك باي وجه كان هي مسكينه ما قالتليش ما قدرتش نبقى وديك المحبه وديك نتناقش معاها كنتاود معاها كتحترمني وفي نفس الوقت راه كتخاف عليا كما كنخاف عليها انا ان كنهضر معاها انا مازال ما كتدخل كتغوت هذا ما كتعرفش انا لا كنجلس معاها على الطبله شنو كنوصل لها ديك الميساج بواحد الهدوء وكتفهمو هي فهمات وهي كانت ضاحيه مو عارفه بلي كيبغيها وبغى ينتحر قال لك شي جوج المرات ولكن امو كتمت على السر ما كان جا عندي نشوف ما يمكنليش انا نلوح بنتي الهاويه فهمتي نعطيها من والو ولكن هادي تشوف لكن واحد الشاب بالله يواتيها وعندهم واحد المستقبل كيما حتى حنا رحنا دزنا في هذه المرحله ندعمها باي وجه كان حتى هذا من ديك النوع ديال ديك الحاجه ديالي ما كانتش ديالي راني نحيها اي وجه كان راني نحيها وهو نحاها صرح قال لهم انا راه طلبت منه تصاحب معايا وطلبت منه ما بغاتش هي بقوت هذا كذبت عليه بالتصريح ديالو هو قالت له انا كنبغي واحد اخر كنهضر مع واحد اخر وقال لهم انا رديت لها البال وحطيت عليها بالله ما كتهضر حتى مع شي واحد وعلاش ترفضني انا اقوال ديالو هو كيقول لهم صافي انا تعذبت صافي كيبان لي مني ما هضرتش معايا علاش ترفضني صافي خصني نقتلها هو النهار اللي مشى نهار 29 مشى مخطط ما مشاش معاهم في الترونسبور مشاو هما في الترونسبور هو مشى هو ومو المهم هو ومو بيناتهم شي حاجه الله اعلم ما نقدرش ما نكذبش عليهم ان مو اللي وصلت هذيك النهار ديال الخدمه النهار اللي ارتكب الجريمه وصلت ولا خدمه دقت في الشركه قال له علاش ما تعطلتي قالت له انا عاد جبته راه مريض ما قال لا كان مريض حنا مزيرين في الشغل نعطيوه شي ادويه حريق الراس ولا السخانه ولا هذا يدخل يخدم
هو ديك الساعه راه جايب الجنون من تحت منه ما جايش باش يخدم. قال له دخل. دابا البنت ديالي جايه بحال ديك البوست اللي فيه حاشاك مورا الطواليطات شي 3 متر بينها وبين الطواليطات. دخل هو مشى للطواليط تم خارج شاف بلي ما كاين قدامها حتى واحد. هي مسكينه حانيه كتخدم شدات الكاميرا جبت الجنويه طعنا الاولى نط البنت مسكينه هربانه طعنا الثانيه شو على قلوب كي داير طعنا الثالثه الرابعه مسكينه طاحت ومازال كيطعن فيها طاحت ماتت هو مازال كيطعن فيها ما قد حتى شي واحد يقرب له حتى هو حتى شي واحد ما لا ما نقدرش الناس اللي شافوه الناس اللي شافوا في الكاميرا واحد الانسان شاف ديك الشيء في الكاميرا قلت لها عمر ما حسبليش بنتك قالت لي ديك الشيء لا قلت لي انا بكيت عليها واخا ما كنعرفهاش لكني ملي عرفتها بنتي جات قالت لي راه شدو تما في الشركه ولا لا شدوه الدراري تما تطوعوا ضربوه ضروري ان السيد مسنح واش تمشي تقول له راه هو اللي يدير اي جريمه من هنا قتل هذا راه يدير اي جريمه ما يمكن لهمش ضربوه وكتفوه تجاو رجال الدار حضروا مصدومين حتى الباترون الشركه مازال مصدوم لحد الان الا شفتوا الصباح في المحكمه السيد مخلوع ما كيضحك المهم باين على الوجه ديالو واحد التكنيسيان مسكين قال لي راني عايش غير بالدوايت حتى الباترون ما هضرتش معاه ديك التكنيسيان مسكين تا هو وليداتو قال لي عمر انا عايش غير بالدوايت اللي داك الشيء مازال مأثر عليا نفسيين والبنات مساكن تا هما راه شافوا راه السيد عاود لي تما في الشركه قال لي الشركه كلها دمايات قال لي راه الجزيره قال لي راه الجزيره انا كتريحني بنتي ديما معايا دابا فهاد اللحظه بحال اللي كنشوفها قبالتي كتظني كنبغي يجيني شي حماقات لدماغي كتوقف عليا كتهضر معايا صورتها ما كتفارقنيش بحال الحلم ما شفتهاش ولكني بحال هكا حتى كنبغي نفكر ولا كنجلس نبكي كتقول لي لا بابا والله القسم دابا ماشي زعما كنكذب الا كان مرض راه مرض وإلا كان رؤيا راني كنشوفها كأن ديك الابتسامة ديالها في ديك الضحكة في ديك هذا كنشوفها عادي كتهضر معايا كنبقى نبكي ولا شي حاجة كنمشيت نصوبوا لها ديك الرخامة ديال القبر وجاي في القبور والله إلا هكا مباشرة بابا ما تفقش أنا بخير والله القاسم بابا ما تفقش هي جات عندك كيف ما تفقش هكا كنشوفها كتقول لي ما تفقش بابا والله إلا بخير كتقول لي غير أنت كون بخير والله القاسم هذه اللي كترتحني وما زعما كنت كنشوفها شنو تقول لبنتك؟ كنقول لبنتي نقول لك الله يرحمك راكي مرحومه عند الله ان المغرب الشعب المغربي اللي كيشوف وكيسوق الخبر كلشي كيدعي معاك فن حتى الجوامع ساقوا الخبر ودعوا معاها كنقول لها عندنا في السلطات كاين واحد القضاء زوين ويجيب لك حقك هنا في القضاء وعند الله سبحانه وتعالى وراكي مشيتي شاهده المجرم اللي حرمها من هادشي كامل اصغر شبابها احلامها في مستقبلها اللي فيه يكفيه ما عمره يشوف شي حاجه زوينه لا في الدنيا ولا في الاخره لان علاش باش تغصب انت واحد البنيه في الحياه ديالها بحال هكا هذاك هو عذاب لان علاش انا مرتاح من ناحيه بنتي علاش مشات رافعه لي راسي ومشات هي الشخصية ديالها رافعة بها بالعائلة ديالنا ولكني هو المقلد يوم لقاء الله هو اللي يتعذب هنا في الدنيا ويتعذب في الآخرة ما عمره يشوف النهار البيض حكم اللي يرضيني الحمد لله عندي الثقة في القضاء لكن واحد الحكم اللي يعطيه له يستحقه بالزيادة واعترف بكل شيء فهمتيني وما يرضيني حتى شي حكم من علاش كنشوف بنتي قبلتي وخا يحكموا باش ما حكموا من مشات هي مسكينه الله يرحمها هو اللي يبقى في واحد العذاب وخا يعطيه وشحال ما عطاوه راه ديما توقف عليه وديما تبقى له بالخيال ديال عينه فكرتيني واحد الصحفيه الله يسامح لها ما كنلومهاش مشى الولد ديالها باش يدير بها دعوه وصلت لعند وكيل الملك وقلت له رجع لقيت واحد الاشاعه ماشي بحالكم انتم جيتوا كتسولوا على الحقيقه من بزاف القنوات جاوا عندي راه كيسولوا على الحقيقه يا دغيا كتبت واحد علاقة غرامية وحب وانتقام وكذا وهذا وجنون المهم داكشي اللي كتقول خيالي ما كاينش وبالاعتراف ديال القاتل اعتراف القاتل راه هو معترف بان البنت ما كان عنده بها حتى شي علاقة هو كيبغيها عن بعد ودار هذه الجريمة
وهي دغيا كتبت هي دغيا طلقت ديك الشيء ونشرات والله يسامح لها انا كنسامح لها ماشي مشكل ام ديالها ما كانش الدواء راه مسكينه حتى هي كتبعت بنت راه عايشه غير بالادويه وساعه ساعه كنهزو عند الطبيب كيعطيها شي مهدئات والمشكل دابا انا اللي كن انا كن ما نبيلهمش الحزن وخا مجروح كندخل كنضحك معاها وكنقول لها شي قدر الله الحمد لله مشات رفعنا راسنا ومشات البنت مجاهده ومشات مرتاحه ما دارتناش شي حاجه اللي غادي نحاسبوا عليها نفسنا وحاسبونا عليها الناس علاش فرحي لها بالعكس دعي لها المباركه كتحس بواحد شويه ديال مثلا دخلت انا مدمره مدمره ومدمر وليداتي والله يهديه والله ياخذ فيه الحق هادشي ما نقولوا راه كنبغي ندعي له بالهدايه كنبحال ديك النوع ماشي بالهدايه هذيك الله ياخذ فيهم الحق شكرا شكرا امين امين تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.